الحمد لله، الحمد لله مقدر المقدور ومصرف الأيام والشهور، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم ناصر المستضعفين من عباده المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الأطهار، وعن الصحابة الأخيار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عمار بيت الله، أوصيكم دائما ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا عباد الله، كنت أود أن أصعد المنبر في هذه الجمعة وأن تكون الأمور هادئة عند إخواننا في غزة، لكن الأمور تزداد سوءا بعد يوم، يوما بعد يوم. فأرجو منكم أولا ألا تملوا هذا الحديث عن أهل غزة، لأننا لا نجد شيئا ننصر به إخواننا سوى أن ننشر هذه المعلومات التي تسمعونها في كل خطبة. هالشيء باش غادي ننصروا، ما غاديش ننصروا حتى حاجة واحدة أخرى إلا أننا نبين الناس. وأقول والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم والأئمة والخطباء العهد والميثاق أن يبينوا ويتكلموا ما تكلمت في هذا الموضوع ولا تحدثت في هذا الموضوع، ولكن ما نراه يؤلم قلوبنا، ما نراه من صور ومجازر عند إخواننا يؤلمنا، يؤلم القلوب الحية التي تنبض بالحب، التي تنبض بالسلام، التي تنبض بالخوف من الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ماذا أقول في هذه الساعة؟ فمي يفتش عن فمي، العبارات والعبرات تختلف أمامي، ولن نجد إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الأوقات، والكل يشاهد عبر وسائل الإعلام أن منازل إخواننا في فلسطين تهدم وتدك دكا، وهم لا يملكون إلا أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقولون نحن مشروع شهيد، نحن شهداء عند الله، ويستسلمون لقدر الله، ولا معين لهم ولا نصير إلا الله سبحانه وتعالى. وأقول يا ويحكم يا مسلمون، تنسون أن الضعف في وجه العدو مدلة. أما إن سألنا عن أطفال غزة وعن شبابها فنقول أما أطفال غزة فلا تسأل عن حالهم، مرض وخوف وقتال وحصار، واليهود يذبحون ويقتلون ولا حساب ولا عقاب أمام أمة المليار. هذه هي القدس يحرق توبها عمدا ويهتك عرضها أمام الأشرار. ملياركم لا خير فيه، كأنما كتب وراء الواحد الأصفار. خابت سياسة أمة غايتها تحقيق ما يرضي الكفار،
والقبة عقمى تسيل دماؤها، والقدس يبكي ويشتكي المحراب، وضاعت فلسطين الجريحة واعتلى أقصى المساجد بالسواد ثياب. يا قدساه يا قدساه أين الفاتحون؟ أين هو عمر بن الخطاب؟ أين صلاح الدين الأيوبي؟ أين هم في زماننا هذا؟ وما أكثرهم، ولكن أين هي غيرتهم على مقدساتهم؟ يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود هم اليهود، تكلمت عليهم في الخطب السابقة مرارا وتكرارا حتى بحت أصواتنا، لكن لا نجيب. أقول لكم للمرة الأخرى، متى وفى اليهود بالعهود؟ على مدار التاريخ منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، متى وفى اليهود بالعهود؟ هؤلاء اليهود هم معروفون في التاريخ منذ عهد سيدنا إبراهيم إلى زماننا أنهم أصحاب مكر وخداع وظلم وطغيان، أصحاب نقض للعهود، وأصحاب قتلة الأنبياء، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. هادو هم اليهود، هؤلاء هم اليهود، أنهم أصحاب نقض للعهود، كما نقضوا عهد السلام الذي بيننا وبينهم، فلا سلام بيننا وبينهم. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا هو القرآن الكريم الذي يتلى في الليل والنهار، ولكن من يصدق هذا الكلام من المسلمين؟ هذه هي طبيعة اليهود منذ اللحظات الأولى التي ظهروا فيها، لم يتغيروا ولن يتغيروا. فمتى يفيق النائمون الغافلون؟ أيها المسلمون، ليعلم كل مسلم أن الغرب ليس شريكا في عملية السلام، كلا وألف كلا، الكفر ملة واحدة، لا يمكن أبدا أن تنصر أمريكا أو أي دولة قضية من قضايا هذه الأمة، لا يمكن أبدا لهيئة من الهيئات الحقوقية أن تنصر قضية من قضايا هذه الأمة، لا يمكن أبدا أن يتدخل فيها شيء اسمه السلام. فالمسلمون في مشارق الأرض وفي الشام على وجه الخصوص معرضون للإبادة شيئا فشيئا، لا يمكن أبدا أن يتدخل حلف الناتو لمساعدة إخوانهم المستضعفين في فلسطين، لأنهم لم ولن يتدخلوا إلا إذا كانت في ذلك مصلحة لهم، إما مصلحة اقتصادية أو مصلحة عسكرية وإلى غير ذلك من المصالح الدنيوية. هذه الأمور التي ينبغي أن لا يجهلها كل مسلم على وجه الخصوص في هذا الزمان. الكفر وأنظمة الكفر لا تنصر توحيدا ولا تنصر ملتنا، فهم لا يعترفون لا بالإسلام ولا بما يسمى بالسلام، فهم لا يؤمنون بالأمن، إنهم يشاهدون على وسائل التواصل، ويشاهدون على وسائل التلفاز ما يقع لإخواننا في فلسطين، هل حلقوا ساكنا؟ هل تحركوا أمام هذا العدوان الظالم؟ ما تحرك ولو بكلمة. كاشف خير الله ضرب القوانين، ولكن أين هي القوانين في أرض الواقع؟ أين النظام العالمي أما له أثر؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. مجلس الأمن، يا مجلس الأمن عذرا، يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق.
هو الغرب، هذا هو الغرب قد ظهر على حقيقته. يا من خدعتم بالغرب طيلة السنين والأعوام، هذا هو الغرب أيها المسلمون. فلا داعي للتقديس والتمجيد، فلا داعي للتقديس والتمجيد للغرب في المناسبات. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ونزاهة ومظاهر تغرينا وأموال تغرينا، لكنه خال من الإيمان، لا يرعى حق الضعيف ولا يسر ضعيفا ولا حزينا. الغرب مقبرة كما نسميها، الغرب مقبرة للعدالة، الغرب مقبرة للمبادئ. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون الذي فتن بمالهم، وألوم أمتنا التي رحلت على ركابها وصارت إلى الكفر. فمتى يفيق النائمون؟ فمتى يفيق النائمون؟ شهداؤنا بين المقابر يهمسون. عار عليكم أيها المستسلمون، وطن يغتصب وأمة تشرد وتقتل وتمزق، رجال في أرض العزة يهتفون إنا عائدون وإنا مشروع شهيد. أيها الأحياء ماذا تفعلون؟ الناس في زماننا هذا وفي بلدنا هذا يضحكون من آلام الفجيعة، وفي مباريات اليهود يشجعون ويفرحون لانتصارهم ويحزنون لخسارة فريق منهم. هل وصلت بنا الوقاحة في هذه الأيام؟ إخواننا يقتلون ويصلبون وتهدم بيوتهم، وأنت تجلس في مقهى وتشاهدهم وتفرح لفرحهم وتحزن لخسارتهم. أية وقاحة هذه؟ ما بعدها وقاحة والله؟ القدس تسبح في الدماء، ولا معين ولا نصير لهم إلا الله. القدس تسأل كل الساعة، أما لها حق عليكم؟ أما لها حق عليكم؟ أين خاب البائعون؟ أين راح الصامتون الغافلون؟ صمتوا جميعا، والرصاص والصواريخ تخرب العيون والصدور. فمتى يفيق النائم؟ فمتى يفيق النائم؟ متى تعلم الأمة قول ربها ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته؟ مع أنه يرضى عليك حتى تتبع ملته. فمتى تسمع الأمة قول الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا، شوف النداء من الله سبحانه وتعالى ينادي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فمتى سترجع الأمة إلى ربها وإلى سنة نبيها لتحقيق نصر الله القريب؟ فالأمة الإسلامية تملك مقومات النصر، فأعظم مقومات النصر عند المسلمين هي العقيدة، توحيد الكلمة بين الشعوب. هذه العقيدة التي حولت سحرة فرعون من الكفر إلى التوحيد. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. بمجرد المعجزة الربانية من سيدنا موسى عليه السلام، هذه العقيدة، عقيدة الإسلام، عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه العقيدة التي تجعل كل إنسان مسلم من هذه الأمة ينظر إلى أمم الكفر على أنها هباء زائلة، رغم ظلمها ستنتهي. والله أقسم بالله الذي لا إله غيره، إن الأمة الإسلامية قادرة على أن تجعل أكبر قوة عظمى تركع
أمامها. ولا أعمى أقول أنا لا أقول هذا راني نحلم ولا شي حاجة، ولكن إذا تشبهنا بكتاب وإذا تشبهنا تحت قيادة واحدة وتحت راية واحدة وتحت كلمة واحدة لا إله إلا الله، ونزعنا الخلافات التي بين الشعوب المسلمة، والله ستصبح الأمة في أعلى عليين، ستخاف منها الدول العظمى. فالآن الغرب وللأسف يشجع على التفريق ويضع الحواجز بين الدول ويشعل نار فتنة فيما بينهم كي لا يكونوا متحدين فيما بينهم. هذه العقيدة، عقيدة الإسلام التي جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحون بكل ما يملكون، بأغلى ما يملكون، بأموالهم، بأنفسهم، نصرة لدين الله، نصرة لإعلاء راية الإسلام. أيها المسلمون، إن القدس لن تعود مهما جلسوا في المؤتمرات والاجتماعات لأخذ القرارات إلا إذا صححت الأمم عقيدتها واتحدت فيما بينها، فلم يعد هنالك وقت للمناظرة والكلام. وهذا ما أدين الله به في هذا الوقت الحرج، وأسأل الله عز وجل أن يهزم اليهود الغاصبين وأن يخلص إخواننا المستضعفين من شرهم ومن كيدهم، وأن يحرك قلوب الأقوياء لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عمار بيت الله، لقد امتازت هذه الأمة وارتفع شأنها بالإسلام، وبهذا الدين عظمت هذه الأمة وكثر خيرها. قال ربنا عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط واحد، ما دمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن عندما ابتعدنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح الحق باطل والباطل حق، وأصبحت السنة بدعة، وأصبحت البدعة سنة، وأصبحنا نجاهر بالمعاصي أمام الملا، بدأت مكانة هذه الأمة تتراجع شيئا فشيئا، فتداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب، ونهبوا من خيراتنا وأفسدوا في البلاد فسادا، فدخلوا في سياستنا فأفسدوها، وأفسدوا خلقنا، واستغلوا عقول الضعفاء منا. ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن نصر الله قريب بإذن الله. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم اليهود. لا أقول ذلك رشما بالغيب، أعلم الغيب، ولا من باب الأحلام، ولا من باب الجهل بالواقع الذي تعيشه الأمة، ولكن أقولها على حقائق قرآنية في القرآن الكريم. استنبطت هذا من القرآن الكريم، تدبروا معي آية واحدة تكفينا. يقول ربنا عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم
يولوكم الأدبار ثم ماذا؟ ثم لا ينصرون. اسمعوا، ثم لا ينصرون. عمركم عندهم النصر مهما قتلوا مهما شردوا في البلاد والعباد، ثم لا ينصرون. ويقول ربنا عز وجل في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقلوبهم شتى، هذا كلام الخالق الذي يحلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاللهم أرنا في الظالمين وأهوال الظالمين يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا من نجيت، اللهم يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجرة يقطيني. يا رب يا رب يا رب إنا مثله في قربة فارحم عبادك كلهم دنوني. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن الماء ماؤك والسماء سماؤك والأرض أرضك والبحر بحرك والخلق خلقك والعباد عبادك، فنتوجه إليك بضعفنا إلى قوتك وبذلنا إلى كرمك وبعجزنا إلى قدرتك أن ترحم أهل غزة. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم إنها قد هدمت البيوت ورملت النساء ويتم الأطفال، فنسألك يا رحيم يا رحمن أن تنزل رحمتك عليهم. اللهم أنزل رحمتك عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم ارزقهم صبرا جميلا، اللهم ارزقهم صبر سيدنا يعقوب، اللهم يا رب ارزقهم صبرا جميلا. اللهم إنا نحن أهل الاضطرار فمن يجيبنا إذا طردتنا، ونحن أهل البلاء من يرفعه عنا إن أبعدتنا، ونحن أهل المحنة من يعطينا المنحة إذا منعتنا، ونحن أهل العجز فمن يجبر كسرنا إذا تركتنا. ربنا اجبر كسرنا، ربنا اجبر كسرنا وارحمنا فإنا نرجو رحمتك. اللهم عليك بالظالمين وأحوال الظالمين، اللهم عليك بالظالمين وأحوال الظالمين. اللهم أخرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بين أيديهم سالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعلن راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا فقراء فأغننا. اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد أمن وأمان وصحة وإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل قلته أمر عبادك وبسط يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام والمسلمين وترفع به راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظه في كافة أسرته وفي كافة شعبه برحمتك يا رحيم والرحمن. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن شر الحاسدين،
برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. بعض الإخوان يسألون الدعاء، اللهم يا رب وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم يا رب وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم يا رب بكل منهم خيرا، اللهم يا رب ارزقهم العلم والعمل، اللهم يا رب اجعل النجاح من نصيبهم، اللهم يا رب اجعل التوفيق من نصيبهم، اللهم يا رب افتح بصائرهم ونور سرائرهم. وكذلك لا ننسى في هذه الساعة الدعاء لشيخنا الجليل سليمان كاسفة، هو الآن في المستشفى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائه، اللهم شافه بشفائك وداويه بدوائك، اللهم يا منزل الداء أنزل الشفاء عليه في هذا اليوم المبارك، اللهم شافه بالقرآن العظيم، اللهم شافه وداويه بدوائك، إنك سميع المضطر إذا دعاه، اللهم شاف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وارحم من سبقنا بالإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله عبد القادر.